مرحبا جميعا، كيفكم؟ طبعا هذا أول يوم بالرسمة. فكرة الرسمة إجت من كنت قاعدة أفكر وأفكر كثير كثير، وكان في مسابقة مسويها المنتدى الثقافي بالرئاسة كأنه المهم، فقعدت أفكر إيش ممكن أساوي، إيش ممكن أرسم. فقلت ليش ما يعني كنت أفكر بكيف إنه القلب ياخذ قرارات وياخذ قرارات، وكيف بالأخير إنه مرات الدماغ يحمي القلب من إنه يتخذ قرار. أرسم رسمة يكون فيها الدماغ حاضني القلب. طبعا هان أنا قاعد أول إشي ألون بأبيض، تمام، تيتانيوم أبيض. ليش؟ لأنه الصراحة ما كنت أعرف، كنت أشوف كل اليوتيوبرز هيك يلونوا بأبيض، بس ما كنت عارف لحد ما بلشت بهاي الخطوة. تمام، فإنه حكيت ليش ما أرسم رسمة الدماغ يكون فيها حاضن القلب، فبلشت بالرسمة. وكان شكل اللوحة مربع، فاضطريت إني أدور على تكستشر دماغ، يعني تكستشر لدماغ إني أقدر يعني زي ريفرنس أقدر أرسم منه. وركبت تركيب، يعني ما فيش رسمة موجودة زي هيك، يعني ركبت التكستر دماغ لحاله، القلب لحاله، الإيدين لحال، لحد ما وصلت للنتيجة اللي راح تشوفوها بآخر الفيديو. طبعا هان عرفت إيش فائدة الأبيض. طبعا فادني بالدمج، وفادني إنه اللون مشي بسرعة، يعني ما احتجت كميات كبيرة من اللون عشان يمشي. فكانت طريقة يعني كانت عملية التلوين أسهل، أسهل بكثير من لما لونت الأبيض لحاله. هذا اليوم الثاني اكتشفت خطأ ثاني، إنه أنا يعني بدل ما إني أحط الرسمة بمكان ظلة، تمام، بس إنه الشمس تكون كيف بدي أقولكو متجهة على هذا الاتجاه، رحت حطيت بالشمس، فبينت بهاي الطريقة إنه الرسمة مش مبينة كثير. يعني هاي خطأ اكتشفته عشان بعدين إيش ما نعيدها ونحط الرسمة بالشمس دايركت، يعني لازم نحطها بمكان زي ظلة. شايفين الجزء الرسمة هذا؟ أنا لازم زي هيك سويت، حطيتها بمكان ظلة باتجاه ضوء الشمس، يعني ضوء الشمس جاي عليها. بس اللي صار إني رحت حطيتها بالشمس دايركت، فطلعت معنا زي هيك مش واضحة بالجزء اللي عليه الشمس، بس يلا مش مشكلة. تمام، طبعا انا بلشت باني ارسم اول شيء تكستشر دماغ، يعني خذيته من جوجل، يعني بحثت عن تكستشر دماغ ولقيته لحال. فكرت كيف بدي اضيف القلب عليه، ف هسه تشوف كيف ضفت القلب. طبعا بالاول تكستشر دماغ خليت بهذا باليوم الثالث، رسمت له ظلال زي هيك عشان يبين انه 3D او اشي زي هيك، ما اعرف اذا بين معي ولا لا، بس انا شفته الحمد لله كويس، يعني احسن من بلاش.
هان راح نبلش باليوم الرابع، يعني بلشت الأمور توضح وتصير أحلى بالنسبة لي. أنا كمان كانت بهاي الخطوة يعني اللي بينتني إنه أنا ماشية على الطريق الصح. يعني بالأول أنا كنت خايف أصلا، ما كنت متخيل إنها ممكن تطلع معي يعني زي هيك، بس الحمد لله إنها طلعت كويسة. طبعا كل فكرة الرسمة كانت إنه مرات إحنا نتخذ قرارات، يعني أو القلب يكون يعني هو يميل لقرار معين، هذا القرار ما يكون سليم، فيعني الدماغ هي يتخذ هو زمام الأمور ويحاول إنه يساعد القلب إنه يختار قرارات سليمة، وكمان مرات زي كأنه يحميه أو إنه يحميه من إشي، يعني من قرار خاطئ ياخذه، طبعا مش من اشي خطير يعني، بس من قرار خاطئ راح ياخذه.
هيك نكون خلصنا. هسا نبلش باليوم الخامس. طبعا اني ارسم القلب على الشغل اللي رسمته اول اشي كانت خطوة يعني شوي مخيفة، لانه انت يعني راسم كل شي بالتفاصيل، بعدين تيجي ترسم اشي فوقه، فتحس انه اذا خربت الامور راح تخرب الرسمة كاملة. فكل ما زدت طبقة تكون الامور اصعب، يعني تكون انت اصلا ما لك قلب انك تحط لون ثاني على اللون اللي قبل، لانك انت مزبطها وهيك، فتحس انه يا الله ليش اني هسه اذا خربت راح تخرب الرسمة كاملة او اشي. بس يعني الحمد لله لحد هسه يعني الحمد لله الامور ماشية تمام، يعني قاعدة انهينا هيك خطوة رسم القلب. اليوم السادس بلشت أحدد تفاصيل القلب. طبعا يعني الألوان الأكريليك اكتشفت إنهن يعني أنا انبسطت بالرسم بالألوان الأكريليك أكثر بكثير من لما كنت أرسم بالمائي. ليش ما أعرف الصراحة، حسيت هيك مرتاحة أكثر، مفيش أي سبب منطقي يعني، بس إني أنا مرتاحة أكثر هيك. حاسة انبسطت جدا وانا ارسم بيهن. وكمان شغله انه الالوان الاكريليك ينشفن بسرعه، صحيح انه يعني ماشي لما تكون مغمق باللون يعني احتاجني انه ارسم انه اخليهن يوم ينشفن عشان انا راح ارسم فوقهن عشان اضمن انه نشفت 100%، بس وانت قاعد ترسم يعني ما يسوين بليندينج بسرعه، يعني ما يسوين دمج بسرعه، فيضلهن ينشفن. هسه بالخطوه الاولى اللي هي لما رسمت اللون الاولي استعملت زي مرشه ماء هيك وظليت ارش ميه وأدمج تمام، بس مثلا بالخطوات اللي زي هيك بدك تضلك تحط من اللون نفسه، يعني ما تقدر ترش مية، انت هيك راح تخرب الدنيا يعني فعليا. فعشان هيك احكي لكم يعني هو الرسم بيهن كثير حلو، بس متى نستخدم مرش الماء بطريقة مضاعفة، يعني تخليها دايما جنبك لما اتوقع لما نرسم لاندسكيبس، لانه انا شفتهم لما يرسموا اللاندسكيبس يضلهم هيك يرشوا يرشوا، لانه انت محتاج انك تسوي بليندينج كثير وما راح يكون في تفاصيل بالأول، بس لما تبلش بمرحلة التفاصيل ما تقدر ترش ولا تقدر تسوي إشي، يعني بدك هيك تلتزم بالألوان هيك زي هيك يعني. بلشنا باليوم السابع. طبعا شايفين كيف القلب كل التفاصيل تحته مبينة. هسا أنا لما إجيت بدي أرسم فوقيه، يعني بدي أرسم الإيدين زي مبينات زي كأنهن حاضنات القلب، يعني اللي هو يعني زي كأنه الدماغ هو اللي حاضن القلب. هاي الخطوة يعني إجيت على حالي كثير عشان أرسمها ترى، يعني مع إنها مكملة للرسمة والرسمة ما تكمل بدونها، بس إجيت على حالي كثير جدا. يعني ليش؟ لأنه أنا كنت راسم القلب بكل تفاصيله، فأقولكوا كل ما تجي للطبقة اللي بعد الطبقة الثانية تحس الأمور تصعب، وتحس إنك أنت يعني ودك تمشي بدقة أكثر عشان ما تخرب الدنيا، لأنك أنت وصلت خطوة كويسة لحد هسه. ف
يعني حاولت إني أكون دقيقة. طبعا هاي النتيجة النهائية، كان بودي أصور كيف رسمت تفاصيل الإيدين بس. الحمد لله، سلام.